بونجور السلام عليكم معشر النبلاء معشر الشباب. اليوم الحمد لله حنا جد سعيدين مش علينا الميتين كتل اللي درناه في مدينة مكناس واللي كان على شكل زيارة لدار المسلمين، والحمد لله توفقنا وكانت المهمة على خير ما يرام. اولا يعني كانت مبادرة جد طيبة عفوية، واخا كان التنظيم يعني تنظيم في المستوى لكن جا بطريقة عفوية. الناس اللي عمرك ما كتعرفهمش كاع كيسولوا على كيفاش يساهموا، والناس اللي تحركوا يعني فقط بداك الرابط ديال داك المجموعه اللي عندنا اللي هي لي نوبل، يعني كان واحد الشعور لا يوصف ديال المسانده والدعم ديال دوك الناس. كان واحد التاثر واضح على الوجه ديال لي نوبل، يعني الاجواء كانت شنقول لكم ما يقدرش انسان يوصفها وخا يبغي يوصفها. لي نوبل يعني برهنوا على انهم فعلا نبلاء وفعلا محبين الخير وفعلا مستعدين انهم يساهموا بوقتهم ومالهم ومجهودهم من اجل فعل الخير. كما كتشوفوا بالنسبه للي نوبل هما هي مجموعه اللي كانت على عبر الموقع الاجتماعي، وحاولنا ما امكن هذه المبادره تخرج للواقع. المبادره اللي جميله وبزاف بزاف اللي دوزنا فيها واحد اليوم رائع مع الحباب والخوت، وهانتوما كما كتشوفوا انا جايبه معايا حتى ولدي اللي ما كانتش مبادرة غير العمل الجمعوي فقط، ولكن الحمد لله استمتعنا حتى حنايا. تمكنا من المساهمة ديال النبلاء الجروب ديالنا باش نجيبو المهم شي بركة ديال الحوايج للناس اللي كاينين في دار العجزة باش يقدروا يحاربوا شوية البرد، ومهم درنا معاهم واحد الواجب ولو بسيط الحمد لله. الجدود ديالنا وجبنا الدقيقية وداز نهار زوين الحمد لله. داكشي داز زوين بزاف بزاف بزاف، كان مزيج بين العمل الخيري وصلة الرحيم، وتلاقينا كعائلة ضحكنا نشطنا، داكشي داز زوين بزاف صراحة. فرحوا معنا دوك الناس وحنا معاهم، بكينا شوية ضحكنا، كلشي داز مزيان الحمد لله، ونتمناو مرة أخرى إن شاء الله يجمع كلشي. صراحة جروب في المستوى انسجام رائع، جروب كيستاهل يعني أن نقول عليه لي نوبل شرف انتماء. لي نوبل شرف انتماء. ديما لي نوبل. لي نوبل شرف الانتماء. لي نوبل شرف الانتماء. لي نوبل شرف الانتماء.